ريزدنت ايفل 4 يا جماعه الخير كان المفروض اشلي يكون معاها كلب يساعدها حرفيا، لكن هذا الكلب راحوا شالوه من ريزدنت ايفل 4 وحطوه في لعبه هانتنج جراوند مع اختنا هذه اللي نسيت اسمها حاليا، والكلب انا عارف اسمه الى الان اللي اسمه هيوي. فاليوم يا جماعه الخير رجعنا لكم في سلسله قديمك نديمك مع لعبه هانتنج جراوند، واخويا الغالي ابو ايهم نور يا ابو اسكر حياك الله. نور نورك يا حبيب قلبي. كيف اللعبه هذه معك يا جدو؟ كيف والله هي والله اللعبة حلوة. أنا لعبتها آخر مرة يا بلايستيشن 2 2006 2005 لا هي نزلت 2005 أنا ما لعبتها 2006 صراحة. لا أنا لعبتها على طول بس والله كانت لعبة أسطورية. حلوة حلوة اللعبة. وش اسم الشخصية ذكرني؟ فيها بي فيها حرف بي اسمها والله راح عن بالي فيونا. لا ما في بي أبدا أصلا. فيونا ما في بي يا رجل ابدا. طبعا يا جماعه الخير قاعد العب حاليا بجرين سكرين. جرين سكرين من برنامج انفيديا ففي اخطاء لو تلاحظون على الكرسي ممكن يصير فيه تشويش واخطاء، لكن اذا حابيني بسلسله قديمك قديمك اخلي نظام جرين سكرين وتكون الكاميرا معزوله الخلفيه اللي وراي فعلموني، انه انا عندي ترى الجاتو جرين سكرين بس اتعجزت صراحه اجيبها غرفتي من برا، فقلت ابو ايهم يعلمنا على سالفه الانفيديا برودكاستر وسويناها. ايش كنت بتقول بوسكر؟ ما قلت شيء بس لو تقصر على صوت اللعبه ولا كيف؟ المشكله كنت قلت للإديت للإديتر يرفع صوت اللعبه وانا اقصر، لكن المكسر مربوط فلو اقصر الصوت الان يختفي ترى كامل حتى في المونتاج. عرفت؟ بسيطه صوتها شوي عالي والله ليش يكون مؤثر على صوتك انت؟ لا ما يأثر انا بالمونتاج حقي يكون في ثلاثة تراكات، تراك صوتي وتراك صوتك وتراك صوت اللعبة، فيعني الإديتر اذا شاف صوتي نازل يرفعه، اذا شاف صوتك نازل يرفعه، عرفت؟ اذا شاف صوت اللعبة نازل يرفعه يوزنهن. خلاص خلاص ممتاز يلا. طبعا هنا انا الى يومك هذا من 2006 الى هذا اليوم انا ما ادري ليش هي محبوسه عند هذا الاهبل اللي قاعد يقطع لحم. كيف انحبست؟ وش صار؟ انا ماني فاهم. هل عندك تفسير لهذا الشيء ولا والله تفسير ما عندي انا الثاني لان انا ناس اللعبه من زمان ناس قصتها. طيب سؤال، ليش كابكم ساحبه اللعبه؟ ليش كابكم ساحبه عليها وعلى هانتنج؟ هي زي هي كابكم هي ساحبه بس على هاي ساحبه على كثير العاب. ايه انا ذات في قناتي ترى كلوك تور ساحبه. نعم. عليها صحيح. أنيموشا ساحبة عليها صحيح. وهاي ساحبة عليها. لا الشيء الحلو انه جابوا لعبة تشبه أنيموشا من جديد الآن بس أنيموشا ما جابوها، يعني كأنه حاقدين على الفانز. ما احنا جايبينكم أنيموشا روحوا العبوا اللعبة الجديدة هذه غصبا عليك. فهم ساحبين على العاب كثير يعني مش هاي بس، يعني كل هذول محطوطات على الرف نتمنى يعملوا لهم ريميك. أنا نزلت كلوك تاور في القناة 3 بس كلوك تاور يا سلام هذا نفسه هيوي. كلوك تاور 3 باع حقوقها، كابكوم باعت حقوقها الشركه من زمان، وهذه شركه على فكره ترى الان قاعد تسوي كلوك تاور، لكن مو قاعد تسوي كلوك تاور 3 للناس اللي تحبه، قاعد تسوي كلوك تاور 1 ابو مقص. نعم فما ندري اذا بتجي قريب ولا، لكن بس سنتين بنشوف يعني الموضوع. هانتنج جراوند جاد هاند انيموشا الالعاب مثل هذه ما راح تكون موجوده باختصار. كلها محطوطات على الرف كلها. او شو ايش كمان ذيك اللعبه حق الديناصورات اسمها؟ داينو كرايسيس. داينو كرايسيس. ترى انا ما لعبت داينو كرايسيس عمري. لا داينو كرايسيس ولا متل جير. لا متل جير لعبت ذا فانتوم بين على البي سي جزء جديد وصلت على قاره افريقيا فيه وسحبت حرفيا يعني هذا اللي اذكره. حاربت كذا سايبورغ بنات كذا. لا بس. كانوا سريعات. بس لازم تلعب 3. لازم. اذا جاري ميك بنلعب شوفوا متل جير راح نلعب يعني. لا الكلاسيك مثل جير 3 كلاسيك. لا ما راح العب كلاسيك طبعا على فكره مضبطه الجوده رهيب. فلا احد يشوف انه الجوده ممتازه يحسبها انه بلاي ستيشن 2 ترى ما كانت كريت ما تذكر بلاي ستيشن 2 كنا نشوف المربعات حق البكسلات. بدي اضيف لك معلومه ترى وجه فيونا وجه جل في الجزء الخامس. الله يا رجل جدك شلون انت قاعد تلقط يعني الوجه بسرعه كذا على الطاير؟ لا يا رجل شوف طلع وجهه اي والله
اي والله العظيم تشبهها يا رجل. بس شلون هذاك 2009 وهذا 2005؟ معقوله محافظين على عادي ماخذين الاسيست، ماخذين الاسيست من فيونا حاطينه بالخامس يا رجل. حتى مو متعبين نفسهم، نفس صيحه الشعر، نفس كل شيء. لا اله الا الله. بس انهم اللهم هذه 2005 2009 سووا لها بعض التحسينات، يخرب بيتهم. يعني اخذوا من فور الكلب حطوه الفيونا، واخذوا شكل فيونا بكبره حطوه الجلفي ناين. يعني تظبيط صح من كابكم. هنا هنا بين الوجه اعتقد اكثر صح. ابين هنا السبب يا اخي من جد والله العظيم. هو انا شرحت أيه شرح مخي على شيء الحين. ليش كلوك تاور وهانتنج جراوند فيهم، انا داري نفس المطور اللي هو كابكم، فيهم شبه واحد رسمي اللي هو دائما اول ما تبدا اللعبه فيهم يحطوا لك على صوره الـ الشايب في كلوك تاور 3 وفي فيونا. شو السبب؟ والله ما اعرف شو سببهم ليش هيك بدقوا فيك امور ما بعرف. انا عن نفسي تصدق يعني انا ختمت تقريبا فيونا، مو فيونا، ختمت كلوك تاور 3 اكثر من مر والله مرات كثير. انا مره واحده ختمت كلوك تاور 3. لا ختمتها كثير انا والله. لا بس مره واحده انا ختمتها. بس هانتنج جراوند ختمتها مرتين الى ثلاث مرات تقريبا بس. لكن الان يوم اني قاعد ارجع بذاكرتي اكسكيوز مي بت انا اسف ما اتخيل يعني نتكلم في المقطع لانه قديمك هي سلسله نرجع بالزمن القديم ونتكلم كطريقه يعني برودكاست كبودكاست يعني. لكن اللهم جيم بلاي قاعدين نسولف يعني. لكن اذا صار في تخديم راح يكون في احتراما للتخديم يعني، يكون الكاسينات نسكت المقاطع ممكن مترجمه وتخديم تخديم حرفيا يعني. لكن هذا مقطع يعاد الذكريات اللعبه. اي شايف الشايب هذا حط الشايب سبنسر تقول اها بالضبط أوزويل سبنسر. يعني أوزويل سبنسر. يعني هذه اللعبه ضبطت ريزيدنت ايفل كحلتها باختصار يعني زي الكحله باخذين من اسست. يا اخي وضعهم غريب. انا كنت بقول شيء اي على التختيمات الاثنين ذولي. اشوف انه لو نجي يعني صراحه يعني لو قاعد افكر بالواقعيه الان اشوف فيونا تختيمتها اجمل من كلوك تاور، مع انه كلوك تاور كقصه ممكن اجمل من فيونا، مع انه ثلاثهم قصصهم يعني متقاربه البعض. لكن كلوك تاور في عندك يعني ادفانتج انك تاخذ اسهم الدم. تاخذ اسهم الاسهم 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 هي بس للزعيم بس. اي نو بس انه تقدر تقدر تكب مي على الزعيم يعني يطاردك كثير. هنا تحس انه الموضوع في رعب اكثر ما ادري ليش. اشوف انه في متعه اكثر وليس رعب، عشان يعني اجيب الصيغه صح، متعه اكثر. نظامها وليد رعب نفسي هون. اي بالضبط اللعبه هون عرفت كيف بالضبط. مو زي الكوك تاور، كوك تاور شيء ثاني. انت هاي رعب نفسي هاي تقريبا. انا للرعب النفسي افضل. لا اقصد بالاجزاء، تميل تميل شو اسمه هذا فيونا ولا تميل الى كلوك تاور؟ ليش ما اقدر اتحرك سوا؟ باقي كاتسين. يا جماعه الخير معليش ترى احنا رافعين الجوده، فالكاتسين اللي كنا نشوفه صافي ايام اول صار الان الجيم بلاي نفسه كاتسين كجوده يعني، عشان كذا احسب نفسي قاعد العب. لا انا بفضل الهانتنج جراوند عن كلوك تاور كرعب نفسي كمتعه في الجيم بلاي. متعه جيم بلاي كلوك تاور هي رهيبه بس ما ادري. كلوك تاور تحل الغاز وبعدين تواجه الزعيم وبس يعني ما في او ينشب لك ايش كثير ينشب لك الزعيم عاده حرفيا حركي. It's worked but now what I should do if I could just find the map of this place then I could get my وش هذه الكلمة الأخيرة؟ أنا ما أعرفها. Bearings. وش البيرينجز؟ هاي بيرينجز. بيرينجز إيش البيرينجز؟ بيرينجز. بيرينجز ممكن تقصد أبوها وأمها؟ لا مش بير مش عارف. أنا أول مرة أشوف الكلمة أو ما عرفت أقراها صح عشان كذا ما عرفتها. You are now able to perform the following new action in the game. Okay, تقدر تضغط مربع تسوي كيك. Use to smash okay, مدري ايش background objective to stun some enemy. تقدر اللي بلاحقك تضربه بجرك. ايه واستوي اخره شوية. وفي المثلث ثرو والست. يعني الان عطوا الاكشن باختصار. اقدر ادن علمات. اقدر اضغط R1 يرجع كذا لورا. باك ستيب.
اذا جاني احد مثلا اقدر اهدي نفسي، اقدر اسوي ستان، اذا في عندي غرض اقدر اسوي له. طيب على كذا اقدر ادف الساعه هذه؟ لا لا، بس الغاز، الغاز لعبه حلوه عن جد. اذكر في لغز عقدني قدام في برميل، ما برميل والله نسيت، لا علاقه برميل. اتذكر في لغز تنين وما تنين، روس تنين بي قديم. انت تذكر ايام مره مره قديمه. بواخر. انا على فكره اخر اللعبه، باخر اللعبه هو. انا على فكره ترى ما عقدني، ما ختمتها ترى من زمان مره. انا مختمها في بث مباشر قبل فتره، يعني فتره سنه سنتين كذا بالحدود هذه. بس ما ادري ليش يا اخي صايره ذاكرتي ضعيفه بصراحه، انسى كل شيء. في شيء هنا؟ كبر كبر يا ولد. بس باقي صغير يا اخي، انا باقي حتى 30 سنه ما شميتها. مش عارف، خطر ببالي سؤالي، تحس الشيخ الالغاز تبعتهم زمان كان يعملوها تحسها صعبه؟ لا عن على الالعاب الجديده هسه اللي بحطوا فيها الغاز تحس عاديه الالغاز، مش هالقويه. ما الالعاب الكلاسيكيه الالغاز بتشوفها انه اقوى من الالغاز اللي هسه بالوقت الحاضر. انا ما اشوفها بهذه الطريقه، انا اشوف الموضوع انه التضخم اللي قاعد يصير، انه كميه الالعاب الكثيره وكميه الالغاز الكثيره، فتخلي شو اسمه، تخلي المطور يا انه ما عنده ابداع يصير يبحث عن اي لغز في الاونلاين ويغير فيه ويحطه في لعبته، يا انهم يكون واصل لمرحله انه يشوف انه الالغاز كانت صعبه القديمه فيحاول انه يخليها اسهل. انت يعني بتلاحظ شيء بريزدنت ايفل، يعني بريزدنت ايفل كلنا بنعرف انه الالغاز قديما كانت افضل بكثير من هسه الالغاز بالالعاب الجديده. بالضبط، انا اذكر لغز المواد الكيميائيه في ريزدنت ايفل 1. طيب كان مو طبيعي. كان مو طبيعي ابدا حرفيا. بس تعال العب اي جزء هسه لريزدنت ايفل الجديد ما بتحس فيه الغاز. ما في ذيك الغاز الصعبه فعلا. كانوا بالالعاب زمان القديمه بيهتموا بالالغاز زي هيك. ولا تنسى العامل المخفي، عامل انه ما في يوتيوب، راح جب لك مجله او اقعد احلق. دور على مجله، دور على شيء، المهم تحل اللغز. تقعد تلف يومين وانت بتدور على حل له، والله ما تحصل يا رجل. والله موضوع متعب جدا، موضوعك صعب بكون. اي والله. هذا الفيس بيبي اللي طاردني الان صح؟ ظل الغثيث وجه طفل. انا اسمي وجه طفل صراحه، وجه طفل بيبي فيس. بيبي فيس او فيس. باخذ الدميه صح؟ ولا بيلحقني؟ وراح يلعقك الصهر بالمتخبى تحت سرير خزانه. اذكر في سرير نفس الغرفه اللي احنا اصلا نفس الغرفه كنت عندها. اي صح. فموضوع انه كثره الالعاب الكثيره فقللت الابداع، يعني اغلب المطورين صاروا يا انهم يسوون انسباير باللعبه يحبونها، يعني انسباير اللي هو كيف اتكلم، انسباير معناتها شو اسمه، تخبي بسرعه بسرعه بسرعه، يستوحى من لعبة ثانية. نعم، الاسباير هو الاستيحاء، يعني ياخذون نفس اللعبة لكن يغيرونها بطريقة غير عشان ما تكون ناسخ لصق وتكون لهم، يعني يعني الهام حرفيا. انا احب ريزدنت ايفل فاسوي لعبة على نمط ريزدنت ايفل، زي هسه الالعاب كلها نفس النظام قاعد. زي فوبيا. فوبيا هوتل مدري ايش. ايكو، في ايكو هاي. لا فيها انسباير فظيع من ريزدنت ايفل، الانفنتوري، القصر، المانشن، الوحوش. مظبوط. في ده يعني كثير هسه صاروا ياخذوا من سايلنت هيل، صاروا ياخذوا من ريزدنت ايفل كلهم. بس السؤال هو ليش ما في لعبه انسباير من كلوك تاور او من هانتنج جراوند؟ في العاب منهم تقريبا، تعرف لك العاب شيء معينه؟ ده نحكي يعني اوتلاست زي هانتنج جراوند، انه اهرب وتخبى. اي نو صح، على نفس النظام. انا كنت بقول اوتلاست لكن ما فكرت فيها لانه حسيتها انه يعني عامل الغموض فيها ما كان يعني كبير، يعني كان صحفي جاي على مستشفى وغير كذا، تتكلم عن قصه حقيقيه صايره. هو انسى القصه، احنا كنظام لعب كجيم بلاي. نعم هانتنج جراوند كجيم بلاي. لا مو هانتنج جراوند، لا 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 ولا لا والله صراحه، لو جينا جيم بلاي ممكن بس انك تتخبى وهذا، بس هنا هانتنج جراوند في فايت، في تبريدة قلب، يعني يبردون قلبك في وسط اللعبه، البوسز تحاربهم ما تخليهم.
هي اللعبة نظامها هاي هايد اند سيك، تخبوا زيك بالضبط. زي الغميضة، تذكر هايد اند سيك. بس بعدين تفقع مرارة الشخصية وتروح وتروح تحارب. لا تدخلين. افتح افتح الباب اللي مفتوح. ابغاك تضغطين دائرة هنا تشوف ايش في هنا شيء. Nothing. الان ندخل. قاعد اسكر الباب انا والله، قاعد انا مخي طقع ترى. على فكره الدائره تفتح الابواب والاكس تركض، فانا احيانا اضغط دائره اني كاني بركض، يعني متعود على ريزنت ايفل. ف هنا في شيء صح؟ نخلط شيء هنا. انا اذكر هنا الغرفه اكسر الشيء. هاي الجره الحمراء مثلا اضربها بجرك. يمديني؟ لا بدك. لا والله ايوه طيب بديك. وش الفائده؟ ايش خلتني في 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 لا في في زي شغلات بتلاقي فيهم عشبه او شيء علاج او شيء ثاني. طيب معقوله ما في شيء هنا الان يا رجل؟ هسه حاليا مفيش، بس دور. انت بدك تدور هنا. نقط شيء سويتش بتري هيت ود ديفيد لايك ذس. ام شور ذس يوز فور ريفينينج. ريفينينج ما فهمت شيء. لا ما اظنش تحط شيء اصلا. كيف احط؟ شوف المثلث، هي قائمة عندك؟ لا اخذ جنب ستار سلكت شيء. ايوه هاي الليفندر هيل اعتقد. الليفندر الهيل والبسكس بسكوت بسكيو دول مش عارف شيء بالضبط. مسكت الدمية بيدي. لا لا هذا اعطيه الدمية معقولة؟ بدك تحرك الدب هذا الشيء. اي بس كيف كيف اشيل الدمية؟ انا ما اقدر اشيل الدمية حتى يا رجل. خلص انت رميتها متى. لا يا رجل يعني الدمية كانت اظن زدت عليها. وش على بوجب عليك؟ There is a slot shaped hole in its chest. في شيء فتحة. في فتحة. فتحة في صدره. يتحرك. دمية عملاقة تقدر تقول. تدور على إيش تحطه بالفتحة اللي عنده. يعني معقولة كانت الدمية يمدينا كان نستخدمها إنه شو اسمه؟ لا لا. هاجم فيها استن شيء. دام يهجم عليك هذاك الغثيث البيبي فيس. اضربه عليه. الله لو ادري كنت خليتها لي. احسبها انه يعني في 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 ما اظن فيها شغلات تمسكها زي هيك وتضربها عليه. اذكر هنا اذكر هنا ناخذ شو اسمه ذس بروتين ريمينينج. اذكر هنا في شيء ناخذه غير التسجيل. اذكر هنا تسجيل. يب هذا التسجيل. نقدر نسجل بالطريقه البدائيه حقت اللعبه ونقدر نسجل عن طريق البي سي. حتى التايب رايتر مع ماخذين من ريزدنت. الفكره مو بس ماخذين كلب ريزدنت الفور، ماخذين مرضى التايب رايتر. التاي تغيير يا رجال. وخلص بقول لك هاي زي هيك اسيست مساعده يعني سريع سريع عشان ننتج في اللعبه. لا دقيقه، هذه تاخذ تحط كلام معين عليها. لا مو سيف. سيف الساعه. هي سيف الساعه. طيب انا وش كان الكلام اللي انكتب؟ انا ناسي. تذكر الكلام اللي انكتب؟ اذا احرف والله ما عارف. ناسي الاحرف. احرف تكتب عليها احرف شيء. ايه معين احرف معينه. بس ناسيهم والله ناسيهم. اذكر حتى في جدار تكسره. ما ادري وين الجدار هذا. على كل انا بس بشيك، مع انه ما اعتقد اني اضغط اكتب وليد وينفتح هذا يتحرك. والله شوف. لا شوف هنا فايل. شوف الفايل كنت محطوطه فيه الكلمه اولد فارمسنت مدري ايش. ايوه خلينا نقرا الفايل الان هذا. ايوه هذا امث. هذه الكلمه امث. امث اي دب ذس كريتشر امث. اوكي امث. روح اكتبها مره ثانيه. روح خلاص لا تقولين تناظرين. انا كلب اني ضغط دائره. انا مره تكس تناظر كذا تتمعن في شيء. بس تناظر. ايه تعالي امث. كيف كتب امث؟ اي ام انا اي ام والله اني نسيت. امث اي ام اي تي اتش. اي ام اي تي اتش. خلص خلص. اي ام امث اي ام اي اي تي اتش. ايوه امث. Let's go امث.
عندي خوي يحيى اي هنتر في مهبول الهانتنج جراوند، طاق مخه المسكين على الهانتنج جراوند الان. من الناس اللي غالبا راح يشوف المقطع، فنوجه لك تحيه يا مهبول. لا شكرا، نعم. يحب هانتنج جراوند كثير اعتقد، حتى كلوك تاور اذا ما خاب ظني. الان كيف احط البطاقه؟ افتح المنيو واعمل يوزد. وين امث سبيشال؟ اوكي يلا تحرك يا اخوي، روح شوف 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 كيف الابداع عندهم، يعني متفوقين بالزمن علينا حتى في 2023. كذا كائن ترابي تحط فيه صخرة يتحرك بطاقة. تخيل اني انا اذكر نفسي في البث ممكن تلعبها، قعدت ادور هنا كثير 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 عشان اعرف الحل. اعتقد ترى في البث كانت اول مره العبها من بعد 2006 حرفيا. نعم من ذاك الوقت. اوكي ما يمديني انزل من هنا، دق مسكر. ادري في سلم بس انه يلا هنا في شيء هناك، ما ادري كيف اخذه. ولا انا تقدر تنزين اسرع؟ والله كان ياخذ الكلب. لا لا الكلب، لكن الكلب واحد الله كيف يجيبه. ونط من فوق على العتب على ما اظن. هذا ما اذكره مسكر. يب the door is locked. Well I need to find the key. اوكي طب وين المفتاح؟ انا اكسر هذه. في شيء؟ يعني مو شرط هذه تفتحها ان يكون فيها شيء صح؟ مو شرط، مش كلين. اوكي بعضين. ماجنيسا يا بابتين ماجنيسا. اعتقد هذا مفعوله زي مفعول كلوك تاور، انه اذا ضربك ما تتدمج ما تتاثر بالضربه صح؟ والله ممكن. في شيء حبات بعطوك اياها عشان تخفف من الرعبه تبعتها. الليفندر اعتقد. لا الليفندر الهيله ما اظن، بس ما في ولا لا والله. لا فيها هيل صح، لما ترتعب بتصير تركض زي الهبله وهيك. الليفندر بيعالج هاي ولا في شيء ثاني بيعالج هيك؟ اديك كلوك دور اللي يرتعب بالركض. وهاي لا والله. وهاي كمان واخذ لما ترتعب بتخاف كثير بتصير تركض زي الهبله، بتقدرش تتحكم فيها. ممكن هذه الكاميليا هاي ايش اسمها؟ في شخصيه من الشخصيات كانت تركض وتطيح. هي هاي هاي. شوف شو مكتوب عليها هاي اللي اخذتها. كمي مدري ايش. كون كاتبين لك لاشو. فيونا. هنا يستعرضون البوسز واحد ورا واحد كل شوي. ايه وشو؟ يبغاني افتح ال اوكي. دمي هذه اشيل ال شو اسمه؟ الوشاح. الغطاء او الغطاء. هذا بشري ميت. خلاص شوف رجول ما يحتاج تشيلين. نعم. جل هدي نفسك. راحتك. جل يا اخي هدي الجل. يا ساتر. هذه امها صح؟ مش عارف. ايوه. جو اهيد. قاعد يعلمها وش راح تصيرين انت بالمستقبل. دي يا الو. بس كذا. استعراضي يا اخوي، حاط لي كذا جسد ترابي او صنم. جسد خشبي. جسد خشبي راح يكون زيه. جاردن. مفتاح الحديقه. لا مفتاح الحديقه. عم بقول مفتاح الباب اللي الباب اللي كنا في عنده هسه مش هيك مسكر. ممكن اي صح. بس قبل لا نروح خلينا نشوف هنا وش فيه. ما في شيء. The gate is closed. انا احنا احنا موجودين بقصر حاليا صح؟ يا اخي شايف كابكم يحبوا من القصور. أبو من المكسور والمستشفيات لو كل شيء. شوف يمديني أدنق هنا ما يشوفوني. تبع عنا. كويس. والله كويس إنهم خلينا الباب مفتوح وما تسكرت. ما يسكر إلا إذا تسكرت. أنا صايله كيوب المفتاح بيد صح؟ لا ايه. لازم تستخدم جوا. لازم تخليه يوز. يوز أو كيوب اللي هو.
تن 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 وشو؟ طول هيوي؟ احنا الفراشات صح اللي تنور كذا. ايه ايه تبغاني اطاردها الان صح؟ اظل وراها. اذكر اني اطاردها يا رجل، ما هذا اللي اذكره. هو وراها ايه بقولك. اوه وحش، لا بيجي عليك هذا. Limitless has been saved to your life. Your file. ما فهمت. تيجي عليك تذيك ترى. ما أدري. والله. قلت لك تذيك. ما انتبهت. مخي شطحت على وش باكل بعد شوي. والله حرفيا أنا فيني فهوة أحيانا تجيني كذا فهوة غريبة. أكون عقلي ما يكون معاي. بس هلا هاي بدك كلب ما بتحتاج. هذه الساعة اللي سجل. ايوه انا نعيش ايام 2 ميجا يا رجل، 8 ميجا. اي جاد يا اخي، ودي اقتني لي جهاز بلاي ستيشن 2 كذا، بس كذا يعني الموضوع بس شكليا فقط لا غير. انا المفروض ترى الرف اللي وراي، انا جبتي الكام ذي 4 كي مو علشان انه الكام حقتي القديمه ابو كلب، بالعكس كانت جوده فيها كويسه يعني، لكن كانت الفكره اساسا انه الصور اللي وراي يكون فوق الرف، يكون في اناره ار جي بي شغاله، يكون في اشياء، لكن الاشياء اللي صارت لي في الماضي يعني قبل فتره وفاه والدي وفاه والدتي وهذا خلتني اصلا حتى قبل وفاتهم كنت مشغول معاهم يعني، خلتني ماني كنت يعني مفكر اسوي هذه الاشياء كلها، لكن مستقبلا ممكن اسويها. فحالات انك تجيب بلاي ستيشن 2 تحطها كذا وراك على الرف، بس تحصل لك نسخه كذا يعني سبيشل، ما تكون بلاي ستيشن 2 السوداء، تكون نسخه كذا سبيشل. اهدونا يا جماعة الخير، نسخة سبيشل كذا نحطها على الرف كذا نتذكركم فيها كل شوي. نسوي رف بعدين. وينك تلاقي هسه بلاي ستيشن 2؟ تلف موجود في مواقع تحصلها عندهم. في مواقع في اليابان وهيك في. ورخيصة طبعا، مو ذاك الغالي يعني. في البلد نفسه انك تلاقيش الا اذا مستعمل، لقيت عند واحد. لا مستعمل ايش تبغى فيه؟ هو بقول لك يعني. الحين انا اخذت دجاج لحم. اللحم تعطي منه للكلب ما اظن. ممكن تعطي للكلب. وهذا وش اللي اخذته؟ ليش كذا اقرا بسرعة؟ ايش هذا بسرعة يا رجل؟ في سبيشل كراكت بليد كي. مكسورة. هذا تجمعها هاي. هيوي ولا هيوي؟ هيوي. هذا مكسور الجدار هنا يا اخي، اذكر في جدار اكسره قدامه اظن. هذا لا هنا موجود قريب. والله صدقني موجود قريب. شيلي بسرعه. اي ما شاء الله رجلك تخترق بعض الاشياء اللي تبغينها والاشياء الثانيه لا. يا اخي والله اذكر في جدار تكسره هنا منطقه هنا، بس وين ما ادري. كل نفس المنطقه ثاني. لا انت بس شوف لي كذا، اذا حط كذا جدار مكسور اما ما مشقوق وش زي بقول لك، لانه غالبا بالاتجاهات اللي هنا موجوده. اذكر يا اخي والله تقول انه امس اذكر انه في جدار اكسره انه عقدني. عقدني لانه يا معلم دائما الواحد لما يتعقد من شيء من اللغز هذا خلص بضل محفور في راسه. اي بس انه المنطقه وين ما ادري. عايش يعني هذا السؤال اللي انا ما اعرف، لانه كل تركيزك كان على اللغز مو تركيزك على المنطقه. لو كان على اثنين كان تعرف، بس كان تركيزك على شيء ومش مركز في جيراني. ايوه بالضبط حرفيا. ممكن احصل لك ركض هنا. طيب اجري في شيء معين تاخذينه؟ Unfortunately okay. هنا ما في شيء، وهنا برضه استلم. ها لمنتس هم يشرحون القصه ترى. هنا القصه حالاتها انه الالعاب زي كذا القديمه حالاتها انه ينزلها مقطع قصه وما يتابعونه الا 2001 بس. الديسك از لوكت. بما اني جيت خلني اضغط على هذا البليت اللي معي، ممكن يعني ما خسران شيء يعني، ادري انه ممكن شيء غبي قاعد اسويه،
لكن يعني تكون غبي لمدة دقيقة أحسن ما تكون غبي العمر كله يعني باختصار. يا أخي أذكر هنا والله ما هو عندك الجدار، جدار بعدين مش هون طولي. طيب وين الآن؟ وين المشكلة الآن؟ تك تدور الآن، هذا هو شغلك حاليا. طيب اوكي، بما انه الموضوع ما اعرف وين، ف حاليا بوقف بوقف يا جماعه الخير لين حصل مكان. انا ودي المقطع يكون دسم صراحه، ما ودي يكون يعني المقطع ساعه ويروح اخر شيء على كله قاعدين ندور. طب اوقف الان لين نرجع للمكان اللي شو اسمه اللي حصل، راح نحصل فيه اللي نبغاه. اعتقد يا جماعه الخير عرفنا الجدار. قايل لك في جدار يا جد، قايل لك قايل لك والله قايل لك، انا حتى والله وصل له في جدار، في جدار يا جدو في جدار. شيل الغرض بعدين اقعد يخرج. بس لا في في كمان واحد، انا ناسي هذا، في كمان واحد زي هيك واحد. الله ما استفدنا شيء. لا اله الا الله، اخذنا ايتم. ايتم لا ادخل الغرفه اللي عندك هون. هذه غرفه انا جيت منها قبل شوي صح؟ اوكي بس ما شيء اخر الغرفه الثانيه. هيك دقيقة، هنا أنا في طريق. أوه الدز بسرعة القصة وتسوي ذي الحركة. أوكي يا حرام كاستل مدري إيش. أوه الماب سكتش، سكتش من الماب، رسم الخريطة للقصر. أنا أصلا كيف أطلع الخريطة الآن؟ ماب هذا سكتش، سكتش في صورة لحاله ممكن تيجي. وينه؟ بالفايل؟ شوف الأيتم سبيشل ايتم ايت اي واس سبيشل سكتش يوز. ايوه الان جانا. يعني شوف التعقيد، يعني 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 اذا انت تبغى الماب روح فعلها صح. هذا وش اللي اخذناه؟ حتى اشكال كذا الاغراض اللي يعطونك اياها اخي غريبه بالايتم شيء كذا اخذناه. اشكال احجار اثريه كذا تحس صور كذا قديمه قديمه حلوه دي. مو قديمة يعني أثرية فعليا، يعني عايش كذا بحقبة كذا، يعني حقبة إنه كأنه قاعد يقرأ قصة من كتاب باختصار. بس الآن تقنعني إنه جينا هنا بس عشان ناخذ الكاستر سكتش. معقولة؟ دور مظبوط دور. ما راح أدور، بروح في باب ثاني أصلا أنا سحبت عليه. مو سحبت عليه يعني طنشته مؤقتا. ها؟ ارجع. ايوه على كيفي. اوكي السالفه وين المبول يجي صح؟ خرب بيتك. هو القطعة معاه ممكن صح؟ يا وش لا ما أظنش، لا لا ما أظنش معه شيء. والله ما أظن. لا يا هدي لا تروحين بعيد، اصبر لأنه مضيع الطريق بعدين. شو السالفة؟ بس على ما اظن، على ما اظن تاخذ منه شيء لما تقاتله اخر شيء القتال النهائي. على ما اظن ممكن ايه، او تاخذ منهم شيء كل ما كل واحد تذبحه. محزن هنا صح، يسحب علي صح، ما حد ينادي اذكر. ولا ولا ما اعرف. لا لا كل لازم تهرب. مين هذا؟ ايش السالفة؟ هون كان في واحد قدامي؟ ايوه معاه مفتاح شوف. ما ادري ايش قال اكزيلا دي بلا بتعس انه يطرده. اخرج من هنا ايها اللحيم. نعم.
عطى المفتاح قبل تروح تكفى. حزنان من اللعب طراحت من يده. مين انت؟ I am Ricardo. والنعم والله. Keeper of the castle. اوكي. So sorry to hear about your accident. Your parents. ما شاء الله تعرف. As Master Hugo and Mistress Ayla are both deceased. لازم يكونون كده دائما. Miss Fiona. Are the sole surviving heir of Belly Castle. Are you in pain, miss? Will you be all right? ريع ما اظن ناسي ذكرتها طلع. ايه بس انا قاعد اتذكر. Your bed has been prepared. ابغاها تنام يقول روحي للدور الثاني سريرك قاعد يتجهز. طبعا احنا عارفين القصة لكن ما يبغى نحرقها. العاب مثل هذه حتى انها قديمة لكن لو تلعبها مرة ثانية راح تستمتع. لانه تقريبا صارت الالعاب هذه قطعة اثرية زي القطعة الاثرية الموجودة. يا اخي لو يسووا لها ريميك والله بتطلع حلوة احس. ادري ممكن في ناس ما راح يتقبلون. يا ساتر صارت لقطة هندية يا رجل. ألف صحوة. ايه فا شو اسمه؟ الناس تقبلوا لعبة Death Stranding مع انها كانت توصيل يعني بيتزا. انا ما لعبتها ترى بس انا سمعتها يعني. فما اعتقد بيتقبلون لعبة زي هذه. Walking Simulator يعني ممكن في ناس يطقطقون عليها ممكن يسمونها Walking Simulator لكن هي فعلا Walking Simulator لكن نعم يعني فيها بعض الاشياء حلوة. هنا هي ويا جدو. نعم. هنا هيوي هيوي وانا اجيب مي واجي راح اخذ راحتك جيب جرك المي يا رجل يلا ماشي لانه هذا الكاتسين اطول من حياتي. والله اوكي حرام مشنوق هذه دمية مدينة مدينة نشيلها مفروض مدينة نشيلها جايك جايك لا تشيلها قادم إليك تن 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 أوه رجعوني الغرفة حق الدور الثاني أوكي دقيقة أبغى أسجل وأسجل كذا سريع سريع كاسر سوج ليتس جو ايوه باك ويلكم لو اقدر اطفيه وش الفائده الكلب المفروض هنا صح كلب محطوط هيك تحت زي بيت سجن هيك مهزوز فيه بكون عندك هون وسطه يمين هذا هون لا والله هي موجود هون Unforgivable, a wire of bound, the poor animal. I dugging deeply to my key. يلا طيب شيري ساعدي. Go now and don't get caught. هنا مسكوا حقين القرية وجابوا من القرية حق تسيب الفور وحطوا هنا. زدتوا لها إياه. زدتوا لها إياه. خذي ربي أنت. ما تحتاجوا أشلي. جابوا لي هنا. لا أنا يضرب يسحب علي. ولا لا تكون خوي. طرش هي لك قطيعة لحم شو السالفة؟ برد؟ Okay, I can't believe there are people out there. They will do this to the poor helpless animal. That and that man.
big and freaky. I just want to get out of this nightmare as soon as I can. Okay. ما تطلع بس. وين أحصل هيوي الآن؟ هيوي هيوي. أنا السؤال هذه المنطقة كنت أقدر أجيها أول ولا ما كنت أقدر أجيها؟ في أشياء غريبة هنا. أنا بشيك حالياً على المنطقة هنا. في شيء تأخذينه ولا ما في شيء؟ قبل لا نرجع للقصر لأن الموضوع صراحة أنا ناسي بعض الأشياء صراحة. كم قفل؟ وهذا. مفتوح. أنا في غرض بالأرض بدري وشه. أوكي. إذا جمع بهالقطعة قاعد أضغط دائرات ورا بعض لدرجة إنه قاعد يختفي الشيء قبل لا أشوفه. هذا غلط مني وأنا أعترف فيه. اعتراف قضية. اختص على نفسك واعترف. شكله جده نام. أعطاها نومة جده. نومة طيبة يا جده ها؟ لا معك معك. معي صح. هذا دليل انك تأخرت. ايش هو؟ انت تأخرت رديت علي. انا طافي المايك مش عارف ليش. انا غمضت عيونه. لو مت مش عارف ليه طفاه لما رجعت جبت مي. ليه؟ شغلت عادت. مش عارف طفى لحاله. ما بعرف. غريبة والله. صح جيت قلت لك باك؟ اي صح قلت لي باك. كان شغال. ما بعرفش ليه طفاه. الان هنا الدور الارضي ما في شيء ابدا تشيله اعتقد هنا. الموضوع هنا. خلص اصلا ما اظن شغلك وين؟ بس خذها خذ هاي. أنا قالت حليب؟ لا وشغلي فوق بس وين شغلك فوق؟ أنت يوم تقولي شغلك خلاص أنا آسف تمشي. وين شغلي فوق وين؟ إذا رجعوني على نفس القصر ممكن يجيني هيوي الآن يعني على مكس كلامك؟ ممكن يجي كاتسين ها شايف؟ آه شايف؟ أطلع بابا والله كلامك صحيح يا أخي والله كجودة عجبتني يعني بالنسبة للجودة يا جماعة الخير اللي كنا نلعبها على ستيشن 2 يا أخي ما يحتاج أشرح لكم يعني اللي لعب واللي ما لعب يدخل يوتيوب ويكتب اكتب بلاي ثرو هانتنج جراوند شوف لك واحد منزل مقطع قبل 10 سنين أو 7 سنين وروح شوف 4K هانتنج جراوند شوف واحد يضبط إعداداتها على الجودة الجديدة راح تشوف الفرق شوف الفرق الشاسع وهنا ما يمديني أطلع لازم هيوي يجي هيوي كيف استدرج هيوي ما ادري لكن انا معي لحم معي جميع الموارد يعني اللي ممكن استدرج هيوي فيها احنا كنا زمان شايفين الرسومات هاي ايش 4K يا رجل على ايامها النقلة النوعية اللي صارت بين 1 و 2 بلايستيشن 2 كان نقلة نوعية اشي مش طبيعي انا تصدق اذا انا اشوف بلايستيشن 2 افضل جهاز عندي هو أقوى جهاز يعني سايلنت هيل 2 سايلنت هيل 3 سايلنت هيل 4 سايلنت هيل أوريجين سايلنت هيل شاتر ميموريز أعتقد ريزيدنت إيفل 4 ريزيدنت إيفل كود فيرونيكا ألعاب خذ ديفل ميكراي 3 أسطورة 2-1 فعليا جاد أوف وور 1 جاد أوف وور 2 وش بعد كراش تو إنسانيتي جاد هانت لوك تاور هانتنج جراوند رول اوف روز يعني جاكي شان ادفانشر وليس جاكي شان حق بلاي ستيشن يا جماعه الخير ادفانشر حق الرموز جاكي شان 1 حق جاكي شان خوينا النفس اللي حارب عصابات كان بس خذ العاب مش طحش العاب طحش ورا بعض كثير بشكل لا يوصف هاي تبغى تهرب هنا اوكي ما في هروب يبغون يحللون جسمك أنا يجيها أحد صح؟ تجيها البنت إذا ما خاب ظني تكون وراي ملحمة كذا. أظن. لا والله. ما في حدا. المفروض أنا وأنا راجع. هذا ما يفتح صح؟ لا ما يفتح بدون مفتاح. Locked from other side. أوكي. From the other side. على فكرة أنا سجلت لعبة قلت والله كانت حلوة صراحة لعبة قلت أنا والله مفكر ألعبها هاي اللعبة سجلت لها مقطع وما أدري أنا نزل مقطع قلت بعدين هانتي جراوند ولا هانتي جراوند بعدين قلت
شيلي كل شيء، لا تخلين شيء ابدا. هذا هذا ينفتح الباب هذا؟ لا واضح بيرجعوني لفوق، وكيف بحصل هيوي ما ادري، لكن انا برجع فوق وبروح اشوف المنطقه اللي كان في باب انا ما جيت الباب هذاك ابدا، ودي اروح له، ودي اشوف وين راح ياخذني الان. اه والله في كاتسين شكله. اه يب في كاتسين. يا سلام انتظرني. قاعد قاعد على السرير. اه جيتي. شكله قاعد يقول لا تخافين صح؟ اذكر ال 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 ايش فيه؟ العقلية فعليا اذكر صورة الشايب فيها كاميرا. جاء الكلب، الكلب الصوت حقه مصدي كأنه قاعد يكلمك من داخل ماسورة موية. روح عليه. اوكي بوش اب رايت انالوج بيرفكت كوماند. كيف بوش اب؟ اضغط عليها يمكن. تعال هيوي خلنا نهرب. خراب خراب والله. شوف والله ما توقعت اني اهرب. مناسبة انهم تم لي كاتسين خلاص. Thank you for help me, Huey. ليش صارت ناديه هيوي؟ أنا ماني فاهم. لأن لقت العقد تبعته مكتوب عليه هيوي. Thank you. إيه صح صح. You saved me. على الروح بيوسعها على أساس يفهم. Help me. هنوني. Come on, boy. ما شفتها كيف متأثرة بديد آيلاند؟ محزنة. ديد آيلاند. إيه. لا. ما لقطها على الطاير انت. لا ما لقطها. Resident Evil Dead Island. Dead Island. Death Island مش Dead Island. Death Island يا عمي موت وميت وش فرق يعني. موت وميت نفس الكلمة. Well hi Hugh. لا صح في تفرق. Dead اللي هو تعتبر تصاغ الى البشر اكثر يعني. انا تعرف وين راح مخي؟ لعبة هاي لعبة الزومبي ديد ايلاند 2 اسمها؟ ايوه لاخر واحده نزلت. جو هيوي. ديد ايلاند صح؟ ديث ايلاند اي ديث ايلاند؟ لا لا مش ديث استنى اشوف اسمها دقيقه. ديد ايلاند. ديد ايلاند ايه ديد ايلاند 2 عشان. انا ما حبيتها صراحه، انا من ديد ايلاند 1 ما حبيتها بكل امانه يعني. انا مخي راح ديد ايلاند. انا مخي راح على هاي بحكيت ديد ايلاند. ايه انا تكلمت انت طحت على المشاعر فقلت لك ايه رايح طحت على لعبه ثانيه. بس انت قصدك لعبه شيء ثاني فيلم انت قصدك. كيف اخليه يطلع؟ جو هيوي. بس انه هذه العلاقه نحتاجها للباب هذاك اللي نحط عليه العلاقه. ايوه دائما دائما حاول المس هيوي. ليه؟ عشان يرد عليك بسرعة أحسن. لا لا come on go here good boy. أيوة أقدر أعطي أكل؟ ما ظل اللحم الطعمية ها. متأكد؟ chicken jerk. أيوة use your dog. okay دتو؟ يب ايوه اعتقد سامي مين اللي جود بوي صح؟ ما اظن هيوي. ايه خلاص ما نبغى نعاتبه يعني. ترى على فكره اقدر اعطيه شلوتي صح؟ اقدر تقدر نو بس جود بوي. تعال بس تعال جو هيوي. خليك جنبي.
نروح انا وياك مشوار. مشوار لفوق. ابغى اشوف كانت مش عارف زمان مش عارف يا هي ماخذ من اللعبه هذيك يا هي اللعبه رول اوف رولز. كنت تعرف رول اوف رولز؟ اكيد خدمتها قبل فتره. رول اوف رولز لا لا رول اوف رولز تتكلم عن ايتام وعن بس اشياء نظام لا لا نظام حتى الكلب. والله واحد ما يقدر يقول زائد 18 اشياء يعني فاهم فاهم سيئه جدا. انا ما احب كلمه زائد 18 لانه احس هذه للاجانب لنا كمسلمين احسها doesn't make any sense. انا قصدي عن فكره الكلب. ايه مين ما ياخذ الفكره رول اوف رولز ولا هانتنج جراوند؟ مين ما ياخذ الفكره؟ لا لا رول اوف رولز غير. رول اوف رولز يتكلم عن اطفال وعن عن اشياء قاعد تصير في الاطفال لا بس ما هو كان الجريمه لعبه لدرجه مو طبيعيه يا رجل وليد. رول اوف رولز كان فيها كلب نفس الطريقه هون. صح بس رول اوف رولز كابكوم طورتها. لا سوني. طيب مين كان قبل الثاني؟ رول اوف رولز 2002 مش عارف اي سنه هذيك رول اوف رولز والله ما ادري. طيب يا جماعه تخرفونا في التعليقات او جد ابحث عنه الان. ابحث لك رول اوف رولز شوف استنى شوف والله لانه الكلب نفس الطريقه هذيك عنده كلب وهي عنده كلب وبتتحكم اثنين فيهم. نفس الاشي بس رول اوف رولز كانت صحيح. تتكلم عن الاعتداءات اللي تصير على الاطفال اطفال بالميتم هذا يعني كانت جريئه اللعبه بشكل يعني انا اعتقد لو بيسوون الان ريميك رول اوف رولز ما راح يسوون لانه اللعبه كانت كمان يعني جريئه بدرجه لا توصف صراحه. دقيقة وين الآن ال البروكن مدري إيش؟ أيوه السالفة كلها عشان نفتح هذا الباب. هي من تطوير أطلس ونشر بلاي ستيشن. متى نزلت؟ نزلت 2006. واو من نفس تاريخ نزول بعد عادة. بعد هاي بسنة. إيه. إذا هم هذلاك ماخذين الفكرة من الهانتنج. لا لا اكتب 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 هانتنج جراوند ما عليك ممكن طبعا 2006 2005 اللي حاطينها تكون حق الشركة او شيء. هانتنج جراوند ايه كيف اخليه ثابت هنا هيوي عليها؟ قول له ستي. شلون اخليه يقول له ستي؟ جو هيوي كمان مش عارف كمان 2005 2005 سنة بناتهم. هيوي ايوه كذا 2000 وكم نزلت هانتنج جراوند 2005 دير بالك دير بالك دير بالك رحت فيها لا والله متت لا والله يس لك استنى ما ادري والله قلت لك استنى قلت لك استنى انا انا من اللعبه من 2005 متذكر هاي الحركه وانت اللعبه قبل فتره مش متذكرها. انا ماني متذكر لانه انا عقلي راح بجهه. انا قاعد افكر الان ليش هيوي لحقني ليش ما قدرت ليش ما قدرت اخليه يسوي ستي عرفت؟ لازم في حركه عندك باليد لتحت او مش عارف ستي خلاص انا لوق القدام جو هيوي انا لوق الورا ستي هيوي انا لوق يمين جود بوي انا لوق يسار نو no. المهم علي انا صراحه مستمتع فبكمل لكن بسوي كات يا جماعه الخير لين نوصل المكان ليتس جو. اوكي رجعنا لكم يا جماعه الخير وهذا المقطع بيكون طويل جدا وقررت اني انا امزج المقطع هذا ما راح اصير اديتر ابغى مزمز عليه صراحه بس كيف اخلي هيوي يجلس هنا ما ادري ايه هيوي ما جود بوي كيف اخليه يكون هنا ما ادري ابغى اشيك في الاوامر موجوده تكون موجوده عندي دوج شوف الكنترول اوكي رايت انالوج ستيك اوكي كوماند رايت انالوج ستيك جيف ذا اوكي اب كوماند نورمال مود سيرش اوكي سراوندد اريا اوكي اتاك وايل بيتنج انمي بريس اب تو روج هيوي اون
Don't command normal model, call Huey to your side while beating enemy. Press down to stop Huey from beating enemy. Okay, left okay. command if Huey being to act madrash, scold him for hit action will have effect on how Huey respond to you. Right command if Huey is basically working. طيب R3 بوش R3 normal command Huey have set and stay. هذا شايف؟ بدك تكبس على R3 تكبس عليها. وانا ضغط R3 ما يصير شيء. ايوه بقول لك في كلمه stay. قول له كومون كومون. انا عندي. ست. ست. ايوه خلك هنا. اخيرا؟ اوكي انت الان قلت لي هنا بالنص انا ما اجي حاليا لين اطفي هذه. لا عم بظل. طفيها ايوه. بريكر بوكس اوكي. ايش السالفة؟ شوف. بما انه التسجيل صار سهل F1 راح نتعامل مع الايميليتر يا جماعه الخير نشوف كيف الوضع. اوكي الان هذا الباب وين يوديني؟ طيب مره غريب وين يوديني هذا الباب الان؟ تليفون ما بينا. ايوه I'm coming for you Sherry. هنا الفايت صح؟ لا لا صح باقي اصلا ما طاردني عشان يكون في فايت. في شيء وراي يلمع. هلو مس فيونا. شو الصوت هذا؟ فيونا. اوكي. Who is this? You must pay attention now, Fiona. Be wary of Ricardo. أهم شيء حطيت ميوت. طفيت الكام عشان أمس حفشت آخر شيء المايك ما حط ميوت. نايس حط ميوت عندك بس. عادي. Hello. Hello. Are you there? Hello, are you there? Please answer me. If you hear me, please. Okay. Azoth? Azoth? منو Azoth هذا؟ هذا اللي بده اياه. اجل 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 اجل. ما تدري الموسيقى انه نو شوف بابا كان انت وين؟ يا عمي مو هنا الفايت اكثر؟ لا 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 الفايت مو معي. طفرة جيلي يضربني. دقيقة بفتح الباب هذا اتصال صح؟ هذا الباب قال لك تسكر من جوا. ايوه كيوي ابغى هيوي يجيني انا اوريك الشغل كيف بعد يا جاني هيوي. ما دارلينج اصبر علي شوي ابغى اروق عليك الان انا اروق عليك افضل اغراض من هنا واشوف والله جبت العيد بنفسي. يا هيوي هيوي تحس في الألعاب القديمة فوق ما هو أنت بتكون يعني يا ساتر مزعوج من اللي بيلاحق فيك فوق هذا بحطوا لك موسيقى تزعجك أكثر بالضبط صح؟ أي أيوة والله يا طلع موسيقى تزعجك هو هيك الرعب عنده زاد الرعب عنده زاد كثير لا لازم تتخبى لازم تتخبى سكر على الباب لا روح روح خبالة في مكان في الخزانة في الخزانة اي شيء موجود هو وراي الكلب سكر الباب سكر الباب
كيف هديت الموسيقى. شو السالفة؟ كاتسين كنا. دفيه؟ دفيه! طب اصبر، لا تطيح لا تطيح يا غبي. ما طاح ما طاح. وات؟ الان هيو يطلب عليه. يب طيح الان يلا طيح، سناخذ منك المفتاح. طيح حول لك تضرب كهرباء يا ساتر وليد. ها تطيح ولا تضرب كهرباء؟ نمسس. نمسس عاد سوالك مصايب انت يا جدو. تسوي هذه اقدر اقرا كيت الفايبرتيك ستريت ماجنوم او ون اوكي سيتنج اون جراوند ان انمي رن اوفر ماجنوم بي اكسبلود. اه هاي بتحطها على الارض كانه اذا مشي بفوقيها بتضرب دمج فجر فيها او شيء زي هيك. هاي الهيرب بيتلي ريستور. الستامينيا هاي هي هاي هي. طب انا الان وش احتاج؟ هسه بدك اشوف. انا ما تدمجت، ممكن انتظر شوي ترجع لها استامينتها. الستامينيا هاي هي لازم تاخذ العشبه هاي تبعت الستامينيا. متاكد يعني ما ترجع لها استامينا؟ لا ما بترجع، لازم تاخذ العشبه. متاكد؟ او اذا بعد عنك هذا الغثيث. قام. اذا بعد عنك بتخف، اما اذا كانت موجوده وكان يلحقك وصار معك الرعب زاد تاخذ هاي عشان تخفف. ابغى اروح عليه اعتقد. هسه وضعك تمام عادي انت. يمديني لو تصح؟ لا ما اظنش في عنده شيء. لا مفتاح كيف جالك اكل خلص ما في جوار. المفتاح يا خوي. My darling. هذاك شبل على الارض. هذا جاني يا عمي. في شيء على الارض، في شيء هناك فوق اصلا. شو السالفة؟ طيحوا مرة ثانية؟ لا والله انا اللي اطيح. اوكي. بيجين انطاير يركض اعتقد. يب. يا ساتر. يخرب بيتك على الصملة. قلب نمسس. ناشب يا رجل ايش فيه؟ ما بروح ما راح يروح الا ما تتخبى. هذا بيتوي هذا طاير بس. وضل في غرفة عندك فيها هون تتخبى هاي. وما عندني خليني يا رجل القصر مرة كبير مرة كبير وضعت. لا يوي تكفى. الصورة اللي صارت باهتة. خذ العشبة. تأكد العشبة تحسن المزاج. هاي تمينة. حطوا لي المغنيزي هاي. يا عمي ما تحسن المزاج. تبين السمنة هذه حسنت المزاج. لفندر يعني؟ ايه طلع هاي ال ابغى هيوي يجيني. اديت عن بيته. لا والله. او ماي جاد. انتظر شوي يا خوي. ايه
فين؟ السلام عليكم ما دارلينج. عندي يطلع على السلم؟ أظن شوف طلع لك. بس إن شاء الله يكون الباب مقفل. أي أيوة والله. لا مش مقفل مليح. تلاقي خزانة تخبى فيها. في شيء بيجمع عند الدرج. أبوت بوت. الله يخرب بيت النشبة. يا ساتر بنقات القلب تخليني ما أشوف. توك تجي. الآن. أنا مسوي نفسك قوي. تحت السرير تحت السرير تحت السرير. ما هي ما عندها فرامل يا رجل. لازم تنتظر هيوي يجي برضه. لازم نقفل الباب. صيب صيب. أخيرا. أخيرا يا شيخ. أني أسجل. أوكي. أنا على جزاك الخير خلاص بنهي المقطع هنا. شاكر لكم على المتابعة. الله إني ضعت قسم بالله العظيم. ضعت بسبب إنه قاعدين نلعب تقريبا ساعة 25 دقيقة. هي إجمال الألعاب القديمة زي هيك كلها مشورة في مشورة. مو قصة مشورة قصة إنه أنت قاعد تنزل حلقة كبودكاست حلو. فالحلقة هذه وصلت فيها ساعة فتبغى تسوي شيء بس ما أنت قادر لأنك متوتر ما تبغى يعني تزود الوقت كثير عرفت؟ صدقني لو الحلقة لو أسجل حلقة ثانية مباشرة ترى أعرف وين أروح من أول خمس دقائق تقريبا بس متوتر يعني عشان الوقت. فالله يسعدكم جميعا. شكرا لكم مشاهدة هذه النقطة حبايب قلبي في نهاية كل مقطع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رابط قناة أخوي أبو إيهم موجود تحت في الوصف. الله يسعدك وليد. السلام عليكم حبيب قلبي يسعدك يا رب.